أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، تساءلت مع والدتي مرة في أي شهر ولدتني؟ قالت في شهر رمضان، وقالت إنها أفطرت 20 يوما لم تقضيها إلى الآن، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ وهل يجوز أن أقضي عنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كانت على قيد الحياة فإنه يجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إن كانت قد توفيت فإن صمت عنها إبراء لذمتها فهذا من برها والإحسان إليها. نعم.